السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان انا بقالي كتير قوي ما منزلتش محتوى هنا على القناة. تقريبا كان اخر فيديو فيه محتوى هو الفيديو بتاع دكتور علي مصطفى مشرفه الله يرحمه، وانا اللي مأخرني عن تقديم المحتوى هو شوية ظروف كده وشوية يعني تقلبات نفسية منعاني يعني من ان انا اقعد بقى اسيرش على الموضوع واقعد اكتب في السكريبت واقدمه واعمل مونتاج والكلام دوت. وفي نفس الوقت في حاجات انا عايز اقولها واكتبها بوستس على فيسبوك، ولكن البوست بيكون طويل جدا، فبالتالي بلجأ ان انا افتح الكاميرا واقعد اتكلم قدامها واقول الكلام اللي انا عايز اقوله. فالكلام اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده هو موجه للفلوجرز. فلوجرز دول الناس اللي بيعملوا فلوجز. اللي ما يعرفش عن ايه فلوج، الفلوج هو يومياتك ولكن متصوره على شكل فيديو، مش مكتوبه في دايري او مش مكتوبه في ورق او في حاجه زي كده يعني. فبالتالي بتكون اسهل ان الشخص يشوفها ايا كان يعني. من اشهر الفلوجرز اللي موجودين على مستوى العالم واحد مثلا زي كيسي نايستات، لسه واصل ل 10 مليون من قريب. راجل مستمر بقاله فتره على الفلوجز اللي هو بيعملها، عامل تقريبا حوالي داخله في 500 فلوج تقريبا او حاجه زي كده. انا واحد من الناس شايفه من انجح الفلوجرز الموجودين على مستوى العالم، والنجاح بتاعه مش بس في المحتوى الرقمي او مش بس في الرقم اللي بيظهر لي ان هو 10 مليون سبسكرايبر، الفيديو بتاعه بيجيب مليون واثنين وثلاثه وخمسه. مش بس كده، نجاح كيسي نايستات في الفلوجز هو نجاحه اوريدي في الحياه العمليه. كيسي نايستات عنده سبيس اسمه 368، عنده اكتر حاجه هو بيعملها في حياته، بيقابل ناس ملهمين كتير في حياته، وبالتالي انا لما بشوف الفلوج بحس ان انا بستفاد. تمام، خلينا بس حاطين كيسي نايستات في مكان كده اللي هو بيعبر عن الفلوجرز بره مصر اللي هم كتير برضو، في مثلا بيتر ماكونن، في ناس تانية، في دان ماك تقريبا اسمه كده. المهم يعني كذا يوتيوبر عالمي بيقدموا فلوجز. حلو، بان وحش. المهم يعني في مصر هنا بقى اول واحد بدا الفلوجز اللي هو حازم الصديق، كانت برضو الفلوجز بتاعته مفيده قبل كده، لان هو بيحكي قصه الشركه بتاعته اللي هي استبرق، بدايتها ولحد ما المنتجات بدات تنزل وايه المراحل بتاعت الشركه. فبالتالي وانا بتفرج انا بشوف معاناه واحد ان هو يبدا يعمل بيزنس هنا في مصر وقد ايه هو بيتعب والحاجات دي كلها. حازم بقى الهم ناس كتيره جدا ان هم يبداوا فلوجز، في منهم اللي نجح اوريدي وفي منهم اللي ما نجحش. يعني في منهم اللي بدأ الفلوجز عشان انا شايف الموضوع ملهم جدا بقول حياتي وبوصل حياتي للناس وانا حياتي ملهمة، وهو حياته اصلا ما فيهاش اي حاجه. وفي ناس تانيين زي مثلا عبد الله وصيه، ده فعلا كل فلوج انت بتشوفه ليه بتحس ان انت بتطلع بحاجه من الفلوج، على الاقل بتضحك يعني، بتبتسم، بتحس ان في امل في حاجه، بتحس مثلا ساعات ان انت متاثر، فالفلوج بيطلع منه حاجه مفيده جدا. اللي عايز اقوله ان في ناس بدات الفلوجز علشان خاطر شايفين ان الموضوع ممتع او الموضوع شيق، وهم اوريدي حياتهم ما فيهاش اي حاجه، ودول المفروض ما يعملوش فلوجز. دول لو عايزين يعملوا حاجه على يوتيوب يقدموا محتوى، يشوفوا هم بيحبوا يتكلموا في ايه ويقدموه، لان دبان كتير، لان اوريدي حياتهم للاسف او مش للاسف، هو مش كل الناس حياتها بتكون ملهمه وحياتها بتكون محور الكون، فبالتالي هي اهم حاجه ممكن اتكلم عليها في الفلوجز. فبالتالي الناس اللي حياتها ما فيهاش حاجه مهمه او حاجه ملهمه او اي حاجه من الحاجات ديت، شوفوا حاجه ثانيه تعملوها بدل الفلوجز، بدل ما الفيديوهات بتاعتكم للاسف بتكون وحشه. للاسف يعني، انا متاسف لكل الناس اللي ممكن يعني يحسوا ان الكلام دوت عليهم، ولكن قدرتك ان انت تقف قدام الكاميرا وتصور وتقول كلام قدام الكاميرا من غير ما تخاف، دي ادفانتج عندك ان انت تقدر تعمل او تستغل الحته دي في ان انت تتكلم قدام الكاميرا وتقول اي حاجه تانية، اي حاجه تانية مفيده وملهمه والناس هتستفاد منها. فخلينا بس يعني نوصل لنقطه اتفاق، مش كل الناس حياتهم فيها حاجه مهمه عايزه الناس يعرفوها. واحد مثلا راح يصلي في مكان مثلا او حاجه، طيب ايه المفيد في الحوار ده؟ مفيش حاجه. واحد زي ادهم همشاري مثلا بيلف العالم، فبالتالي كل فلوج او كل فيديو انت بتشوفه له في دبان. كل فلوج او كل فيديو انت بتشوفه له بتحس ان انت بتتعرف على حته جديده، على مكان جديد، على ناس جديده، على ثقافات تانية جديده. كريم السيد انت وانت بتتفرج برضو على الفلوج بتاعه بيديك نبذه مختصره عن الحياه في بريطانيا شكلها عامل ازاي، مكان انت ما تعرفوش وما تسمعش عنه اي حاجه. فارجوكوا يعني، لو الموضوع موضه فكل موضة بتبطل، ولو انت شايف ان الموضوع موضة بس وقريدي حياتك ما فيهاش حاجة تقدمها هتيأس. وانا بشوف الكلام دوت في الفلوجرز اللي لسه بادئين ان هم قريدي بيأسوا لان حياتهم ما فيهاش حاجة يقدموها، وبالتالي بيزعلوا لما الناس ما تتفرجش عليهم او ان الناس تقدم لهم نقد سلبي او ان الناس يقدموا لهم نقد بشكل عام، فبيحسوا كده ان متضايقين شويه يعني. ده كل حاجه كنت عايز اقولها. طبعا بعتذر ليكم المره الثانيه ان انا ما قدمتش محتوى بقالي فتره، الفتره دي اللي هي اسبوع تقريبا.
ولكن ادعو يعني ربنا ان ايه المشاكل دي تتحل في اقرب وقت، يعني علشان في افكار كتيره جدا عايز اقدمها. واحد الافكار دي بقى مكفايه بقى خلاص، واحد الافكار دي بقى هي ايه مراجعه الكتب. انا في الفتره اللي فاتت قرات روايتين، روايه يوتوبيا لدكتور احمد خالد توفيق، وروايه عداء الطائره الورقيه لخالد حسيني. طبعا عايز اعرف رايكم، انتوا عايزين روايه يوتوبيا ولا عداء الطائره الورقيه؟ ممكن تقولوا لي تحت في الكومنتس، او ممكن تشاركوا برايكم في الايه اللي هتظهر دي. انتوا عايزين انهي روايه فيهم اعمل لها مراجعه هنا على القناه، وان شاء الله يعني على حسب ارائكم هنعمل المراجعه. هو كده كده روايتين هيتعمل لهم مراجعه، ولكن انهي واحده اللي انتم متحمسين ان انتم تشوفوها اكتر؟ يعني دي كل حاجه كنت عايز اقولها، وبس كده. السلام عليكم.